ثلاث ساعات ونيث اللي لا يمكن يعني تلخيصها. اللي يمكن نقول لكم اليوم كانت المرافعه يعني همات بالاساس مفاتيح هذا الملف، والمفاتيح الاساسيه نصبت بالاساس على البحث في مدى مصداقيه ما قيل في محضر الضابط القضائيه. اولا الدكتور هو عبد الرزاق التازي مدير اداري، ثانيا البنيه التازي مديره ماليه، ثالثا طريقه العمل، رابعا يعني القوانين المنظمه للعمل داخل المصحات، القانون الداخلي للمستشفيات، القانون المنظم لمهنه الطب. لانه اليوم الملف اللي عندنا ماشي ملف عادي، ماشي ملف كنظموا القانون الجنائي. للاسف انه لا مشينا غير القانون الجنائي بوحديته ما نوصلش الحقيقه. اللي كي نعرف الحقيقه يجب ان نرجع الى جميع القوانين الناظمه لمجال الصحه في المغرب، قانون اخلاقيه مهنه الطب، قانون ممارسه مهنه الطب، قانون ديال يعني التغطيه الصحيه، يعني جميع القوانين اللي عندها علاقه بهذا الاطار واللي يمكن من خلال استقراءها نعرفوا حقيقه ما وقع. للاسف هذه الاشياء ما تمش التطرق لها لا في مرحله البحث ولا في مرحله التحقيق. بايت تازي هو واحد المجموعة أو واحد الاسم تم إطلاقه على المجموعة الصحية اللي كيملكها الدكتور تازي. كما تعرفوا الدكتور تازي كانت ليه عنده مصحة الشفاء، عنده مصحة ألوان مساهم فيها على حد علمي، وعنده مصحة المغرب، وعنده المصحة الخاصة دياله هي مصحة تازي ديال الجميل. ففي إطار المنافسة تعرفوا أنه دخلوا شركات كبرى عملاقة لمجال الصحة في المغرب، فكان من أجل أنه تواكب هذه المنافسة أنه تأسس واحد المؤسسة اللي يمكن أنه يعني تقدر تواجه هذا. فأسس المؤسسة ديال البيت التازي، للأسف ما كتبش لي أنه صحيتني به المحكمة. أول هي جات في إطار أنه الحديث على أساس أن أحد المدراء العامين للبيت التازي كان مدير مالي وإداري حتى للشفاء، هذا هو اللي كان. والقوس الاخر انه المنافسه الجشعه يمكن ان تاكل. وصحيح البارح كنتكلموا على امبراطوريه صحيه، كنتكلموا على اربع مصحات صحيه، اليوم كنتكلموا على اساس انه الافراغ لعدم اداء واجبات الكلى. اليوم المصحه التي كانت تعتبر قره عين حسن التازي، المصحه التازي الجميل، تم افراغها لعدم الاداء. ما قدرش يخلص الكرا. هذا الراجل اللي كاين البارح كنت قال انه المبالغ الماليه كلها ما بقاش عنده باش يخلص الكرا وتم افراغه. حرام انه نوصل لهذا الوضع للاسف. المعذره غادي نسحب.